ولد الشيخ الدكتور عام 1392 للهجرة، يوافقه 17 من ديسمبر سنة 1972. حصل على شهادة الإجازة العالية البكالوريوس من معهد القضاء الشرعي والوعظ والإرشاد كلية العلوم الشرعية حالياً في عام 1414 للهجرة، يوافقه عام 1994. ثم واصل دراساته العليا في جامعة آل البيت بالمملكة الأردنية الهاشمية، فحصل على شهادة الماجستير سنة 1999 في تخصص القرآن وعلومه، وكان عنوان رسالته جزاء العمل في القرآن الكريم. درس في معهد القضاء الشرعي سابقاً وكلية العلوم الشرعية حالياً الفقه والأصول وعلم الحديث وعلوم اللغة والتفسير والعقيدة، كما أنه ترأس قسم الدراسات الإسلامية في هذه المؤسسة العريقة، وحصل على شهادة الدكتوراه بجامعة برمنغهام بالمملكة المتحدة عام 1426 للهجرة، يوافقه عام 2006. عرف الشيخ بغزارة العلم وحدة الذكاء وقوة الحافظة وفصاحة اللسان، وجابت خطبه الأرجاء شرقا وغربا شمالا وجنوبا حتى اشتهر بلقب أسد المنابر، وله الكثير من الدروس والمحاضرات المسجلة على الشابكة، كما أن لديه بعض المؤلفات والكتابات. يعمل حاليا مدرسا وعضوا في هيئة التدريس بكلية العلوم الشرعية. إنه الشيخ الدكتور عبد الله بن سعيد المعمري.